انت وبس. او الموقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. حد فينا كده بيقعد في البيت 3-4 ايام مش عايز ينزل، بيحس بايه؟ ان هو مكتئب مخنوق. ممكن واحد صاحبه يقول له يا عم البس كده بقى وايه واعمل شعرك كده بقى ويلا بقى ننزل شويه. وجود ان انا انزل اصلا اتمشى شويه لمده ربع ساعه ولا نص ساعه في اليوم، ده نوع من انواع التغلب على الاكتئاب. ان انا انزل اخرج مع اصحابي واشم هواء نقي ونتكلم في اي حاجه، انا كده بتغلب على الاكتئاب. ودايما المشاكل النفسيه والاكتئاب بتيجي للشخص المعزول. في حد ممكن يفكر في مشكله نفسيه واحنا قاعدين؟ في حد ممكن يفكر في هم؟ لا، ده احنا قاعدين بنضحك وبنتكلم. فدايما المشاكل او الاكتئاب او المشاكل النفسيه بتيجي في وقت العزله او وقت الوحده. حاجه اسمها الفضفضه النفسيه، اللي انت لما تفضفض مع حد صاحبك يكون اقرب الناس ليك واثق فيه، فضفض معاه. انت وبس. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهواري، احد مواقع مجموعه وشوشه الاعلاميه انتي وبس.com.